بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. يا مجيب الدعوات، ويا مفرج الكربات، ويا رافع الأرض والسماوات، وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحباب، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الليلة الثانية من الأسبوع الدعوي الثقافي، والذي تنظمه وزارة الأوقاف تحت رعاية كريمة من الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. أسأل الله تعالى أن يجزي خيرا كل من قام على هذا العمل وساهم فيه، وأن يرزقنا جميعا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال. نحييكم أيها الأحباب هذه الليلة من هنا، من رحاب بيت من بيوت الله تعالى، أذن الله أن يرفع ويذكر فيه اسمه، من مسجد الصديق بشرة بالقاهرة. معنا ضيوف كرام أفاضل: الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية، والأستاذ الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر. سوف نسعد بحديثهما الليلة، حيث سنتحدث بإذن الله تحت عنوان فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. معنا إن شاء الله تعالى قارئاً الشيخ محمد السيد العراقي إمام هذا المسجد، ومبتهلاً الشيخ عبد الله بدران. أيها الأحباب، نجتمع هذا الاجتماع حيث سنعيش بكرامات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسننال الأجر الوفير إن شاء الله والخير الكثير ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ندوتنا حول فضائل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، بداية بأبي أنت وأمي يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرا، يا خاتم الرسل الكرام محمدا بالوحي والقرآن كنت مطهرا، لك يا رسول الله صدق محبة وبفيضها شهد الإله وعبرا، صلى عليك الله في ملكوته ما قام عبد في الصلاة وكبرا، صلى عليك الله في ملكوته ما عاقب الليل النهار وأدبرا، وعليه من لدن الإله تحية روح وريحان بطيب أثمرا، وختامها عاد الكلام بما بدا بأبي أنت وأمي يا خير الورى. صلوا معي على سيدي وحبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا لحضور حضراتكم هذه الندوة الكريمة، نسعد بكم ونسأل الله لنا ولكم الأجر والقبول. وشكرا للسادة الأفاضل علماء وزارة الأوقاف الذين شرفونا بالحضور هذه الليلة، ونحن ضيوف عليهم في هذا المكان: فضيلة الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، الدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بأوقاف القاهرة، الدكتور منتصف محمود مدير الإدارات الفرعية بأوقاف القاهرة، والشيخ محمود عبد الباقي مدير أوقاف النزهة، والسادة أئمة المسجد الكرام الشيخ محمد السيد العركي والشيخ أحمد سلامة النجار.
هيا بنا أيها الأحباب بعد أن نرحب ونشكر السادة الأفاضل أعضاء مجلس إدارة جمعية الصديق بشيراتون، جزاكم الله خيرا جميعا أيها الأحباب. نستهل هذه الندوة بخير الكلام وأطيبه وأصوبه وأعذبه بالقرآن الكريم، آيات بينات يتلوها الشيخ محمد السيد العراقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم.
ملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه يا صدق الله العظيم. صدقت ربنا فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت وقلت وأنت الصادق ومن أصدق من الله قيلا وإنك لعلى خلق عظيم. يا مصطفى من قبل نشأة آدم والكون لم تفتح له أغلاق أيروم مخلوق ثناءك بعدما أثنى على أخلاقك الخلاق وإن ضاقت بك الأحوال يوما فبالأسحار صل على محمد يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد وفي مئة يصلي الله ألفا فعجل بالصلاة على محمد ولا تترك رسول الله يوما فما أحلى الصلاة على محمد. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أيها الأحباب، استهللنا ندوتنا وليلتنا هذه بتلاوة كريمة تلاها القارئ الشيخ محمد السيد العركي من هنا من رحاب مسجد الصديق بشرة بالقاهرة، حيث الليلة الثانية من هذا الأسبوع الدعوي الثقافي والتي تنظمه وزارة الأوقاف تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خدمة لرواد بيوت الله تعالى وخدمة لمتابعي هذه الندوات على صفحة وزارة الأوقاف. أيها الأحباب، ليلتنا حول فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. معنا علمان وعالمان من علمائنا الكرام الأفاضل، فرصة طيبة لكي نستفيد من علمهما الوفير والغزير. بعد إذن حضراتكم وبعد إذن أستاذنا الدكتور ربيع جمعة الغفير، سنسعد الآن بهذه الكلمة والتي سيلقيها علينا الأستاذ الدكتور هاني تمام أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر. سوف أستمع وأستمتع بالحديث مع حضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا وفخرنا محمد
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. وبعد، فأولا نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة الأوقاف المصرية وكل العاملين بها وعلى رأسهم السيد معالي الوزير على تنظيم مثل هذه الجلسات العلمية الماتعة التي نلتف فيها حول مائدة القرآن الكريم وسنة حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا، ما أجمل وما أفضل وما أحسن أن نجتمع اليوم حول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حبيبنا وملاذنا وبابنا إلى الله سبحانه وتعالى، فما أجمل أن نتحدث عنه في هذه الدقائق القليلة. وكل الناس تولد ثم تفنى، ووحدك أنت ميلاد الحياة. وكل الناس تذكر ثم تنسى، وذكرك أنت باق في الصلاة. تردده المآذن كل وقت، وينبض بالقلوب إلى الممات. صلوا عليه وسلموا تسليما. في البداية، أول شيء يا مشايخنا الأكارم، لابد أن نعتقد أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قد صاغه الله سبحانه وتعالى في أحسن وأتم وأكمل صورة من حيث الظاهر ومن حيث الباطن. فسيدنا النبي ده كان أجمل الخلق من حيث الصورة ومن حيث المعنى، كما يقول البصيري رحمه الله: فهو الذي تم معناه وصورته، ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يعني سيدنا النبي حاز الجمال كله، كما أنه حاز الجلال والهيبة والوقار صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم كانوا يجلون النبي إجلالا عظيما لشدة هيبته ووقاره وجلاله وجماله صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يطيقون النظر إليه. يعني ما كانوش يقدروا يبحلقوا في سيدنا النبي قوي زي أنت ما تبحلق في واحد كده من شدة هيبته وجماله صلى الله عليه وسلم. الأمر الذي جعل سيدنا عمرو بن العاص يقول: ما كان أحد أحب إلي ولا أجل في عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنت أطيق النظر إليه إجلالا له، ولو سئلت عن وصفه ما قدرت، لأني ما كنت أطيق النظر إليه. يعني لو سألنا سيدنا عمرو بن العاص اوصف لنا النبي كده وصف دقيق، يقول لك ما أقدرش، ما كنتش بقدر أبص له كده بصة دقيقة. بل كان الصحابة الكرام يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقدارهم، كل واحد كان يشوف سيدنا النبي على قدره هو، لا على قدر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قدر النبي صلى الله عليه وسلم عالي شريف فخيم لا يصل إليه أحد. الأمر الذي جعل سيدنا حسان بن ثابت يقول: لما رأيت أنواره سطعت، وضعت من خيفتي كفي على بصري خوفا على بصري من حسن طلعته، فلست أنظره إلا على قدري، روح من النور في جسم من القمر، كحلية نسجت من الأنجم الزهري. كأن سيدنا النبي كده ربنا صاغه وصنعه من النجوم صلى الله عليه وسلم. من علامات إيمانك بالله سبحانه وتعالى، الإيمان الكامل المطلوب، أن تكون محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحبة بمعنى التعلق الشديد بجنابه الشريف صلى الله عليه وسلم، وأن تكون دائم الوصل به والتفكر فيه. لا يؤمن أحدكم، يعني الإيمان الكامل المطلوب، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. يعني من علامة إيمانك، الإيمان اللي يرضي ربنا، إن سيدنا النبي ده يكون مقدم عندك على كل شيء، يكون أحب عندك من نفسك ومالك وابنك وأبوك وأمك وأخوك وأختك وكل شيء والناس أجمعين. لو في حد مقدم عندك على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى أنت كده إيمانك لسه في نقص، محتاج إنك أنت تكمله. طيب، المحبة دي بقى ليها علامات، كيف أكون محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أول وأفضل وأحسن هذه العلامات أن تكون مكثرا من الصلاة عليه، مش أنك أنت تكون مصلي عليه، في فرق بين الصلاة والإكثار، إحنا هنا عايزين الإكثار،
مش هتصلي على نبي لما كل يذكر اسم النبي تصلي عليه، لا، انك تكثر من الصلاة والسلام عليه. ليه؟ لان الذي يحب انسانا يكثر من ذكره ويكثر من الثناء عليه. لو انت بتحب واحد قوي هتلاقي نفسك دايما بتجيب في سيرته، دايما بتتكلم عنه، دايما نفسك تشوفه. لو انت مثلا ليك ابن بره مسافر بره هتلاقي دايما قلبك مشغول عليه، قلبك متعلق بيه، كل يوم نفسك تشوف ابنك، كل يوم نفسك تسمع صوته. هل انت كده بتتعامل مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم زي ما بتتعامل مع ابنك؟ هل سيدنا النبي على بالك على طول، على قلبك على طول، ولا كل فين وفين لما يذكر اسم النبي بتصلي عليه؟ يبقى إذن اهم وافضل علامة يا جماعة من علامات محبة سيدنا النبي انك انت تكثر من الصلاة عليه. طيب تعال نشوف بقى فضل الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا شيخنا الجميل قرأ علينا قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الآية دي يا جماعة فيها عجائب يعني كتيرة جدا، وفيها حاجات وفيها لطائف حلوة قوي. أول حاجة إن ربنا سبحانه وتعالى بدأ هو بالصلاة على نبيه، ومش بدأ وبس، ده أكد الكلام ده، يعني ما قالكش الله يصلي على النبي، ده جابها لك كده بحرف إن المؤكدة. أنت لما يكون الكلام بالنسبة لك مهم وعايز توصل معلومة لواحد، فبتحاول إنك أنت تأكد على الكلام بتاعك وتعيده مرة واثنين، وتخاف إن هو ينسى حاجة فبتأكد كلامك. فربنا سبحانه وتعالى بجلاله العظيم سبحانه بدأ كلامه بالتأكيد بإن الله وملائكته يصلون على النبي. يعني بقول لك ده أنا بذاتي هو بصلي على النبي، ما تيجي معانا تصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إن الله وملائكته، هل سيدنا النبي يحتاج إلى صلاة الملائكة أو يحتاج إلى صلاتنا؟ أبدا، سيدنا النبي مش محتاج لنا في حاجة. سيدنا النبي كانت تكفيه صلاة الله سبحانه وتعالى. يعني لو ربنا قال إن الله يصلي على النبي، أليس هذا يكفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ بلى يكفيه خلاص. لكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يلفت أنظارنا وأن يلفت انتباهنا إلى عظم وقدر وشرف النبي العالي صلى الله عليه وسلم، لذلك بدأ هو بالصلاة عليه. ثم دخلت الملائكة من باب التشريف لهم، إن هم كنهم يصلوا على سيدنا النبي فهذا تشريف وهذا مقام عالي للملائكة. طيب الملاحظ هنا في استعمال الفعل يصلون، إحنا عندنا الفعل يا ماضي يا مضارع يا أمر. ماضي يعني حاجة حصلت قبل كده، مضارع يعني حاجة لسه بتحصل. يعني أقول لك مثلا أكل محمد، يعني الأكل خلص وانتهى خلص. لما أقول لك يأكل محمد يبقى لسه فيه استمرار في الأكل، لسه بيأكل. فهنا ربنا ما قالكش إن الله صلى على النبي، إنما قال لك إيه؟ إن الله وملائكته يصلون. هذا يفيد استمرارية الصلاة من الله سبحانه وتعالى على نبيه، مش مرة وخلصت زي إحنا كده كل فين وفين ما بنفتكر نصلي على سيدنا النبي. ده ربنا بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصفة دائمة ومستمرة، إن الله وملائكته يصلون على النبي. يجي بقى الخطاب والنداء هنا للمؤمنين بعد هذا التشريف والتكريم والتنبيه اللي ربنا نبهنا عليه: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تحبوا تدخلوا معانا في هذا الأمر؟ فإحنا لما بنصلي على النبي هذا من باب التشريف لنا وليس للنبي صلى الله عليه وسلم، من باب التكريم لنا وليس للنبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال لك ده لشرف النبي العالي اللي انتم ما حدش فيكم هيقدر يصلوا، انتم لا تصلون على النبي. ما بتقولش صليت على محمد، لان قدر النبي عالي لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى يا جماعه. فانت بتطلب من ربنا ان هو يصلي على سيدنا النبي، اللهم صل على محمد. ما تقعدش كده، ما بتقعدش وانت قاعد كده تقول ايه صليت على محمد صليت على محمد، لا، ده انت بتطلب من ربنا ان هو يصلي عليه، لانك انت لن تستطيع ان تصل الى قدر ومقام النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هناك فرق يا جماعة بين السلام والتسليم. السلام بمعنى التحية، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. وعلى الهامش كده، دي من الحاجات اللي المسلمين الآن نسيوها، ومن الحاجات اللي بتقلل البركة في البيت، إنك أنت تدخل البيت لا تلقي السلام على أهلك. سيدنا النبي قال لسيدنا أنس: يا بني إذا دخلت البيت فسلم على أهلك يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك.
عايز البركة تكتر في البيت عندك، كل ما تدخل البيت تلقي السلام على أهل البيت حتى لو محدش موجود فيهم. وسل، ده معنى السلام، السلام يعني التحية. أما التسليم يا جماعة بمعنى الانقياد والخضوع والاستسلام. فهنا ربنا بيقول لنا صلوا على النبي، وبعد ذلك يقول وسلموا تسليما. سلموا تسليما يعني ايه؟ يعني مش سلام عليكم، مش السلام عليك أيها النبي، لا، إنما سلموا تسليما يعني استسلموا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سلم نفسك لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى إنك أنت تنقاد وتخضع لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونواهيه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. تحكم سيدنا النبي في كل حاجة في حياتك، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. ما تتضايقش من حكم سيدنا النبي فيك، وبعد ذلك ايه؟ ويسلموا تسليما. يبقى هنا معنى التسليم انك انت تستسلم لما يقضيه فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الآخر حتى لا نطيل عليكم من فضائل الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أنها تذهب الهموم والغموم والشدائد والمحن عن الإنسان. لو وقعت في أي كرب أو في أي شدة أو في أي محنة، أكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامك وأنت تصلي عليه، وشوف ربنا هيعمل معك إيه. في الحديث الشريف سيدنا أبي بن كعب بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك. الصلاة من ربنا بمعنى المدح والثناء، والصلاة من الملائكة بمعنى الاستغفار، والصلاة منا بمعنى الدعاء. فقال: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال يا أبي: ما شئت، يعني براحتك، ساعة، نص ساعة، براحتك، اللي أنت عايز تعمله. قال: يا رسول الله الربع، يعني أخصص ليك ربع دعائي؟ يعني مثلا لو بدعي ساعة يبقى ربع ساعة ليك أنت خاصة بيك. قال: يا أبي ما شئت، فإن زدت فهو خير، براحتك، لكن لو زودت شوية يكون خير ليك. قال: يا رسول الله النصف. قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال: يا رسول الله الثلثان، يعني تلتين دعائي أخصصهم ليك أنت بس. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: يا رسول الله إذن أجعل لك صلاتي كلها، يعني كل دعائي أخصصه ليك أنت بس، الصلاة عليك أنت بس. فشوف بقى البركة بتاع سيدنا النبي وبركة الصلاة على سيدنا النبي. ما تصلوا عليه يا جماعة، شوف البركة هنا بقى. فسيدنا النبي يقول له: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. يبقى هنا سيدنا النبي في الجملة البسيطة دي عمل لك ايه؟ ده سيدنا النبي أوتي جوامع الكلم، وقال: واختصر لي الكلام اختصارا. يعني ايه؟ يعني سيدنا النبي يتكلم بالكلمة، الكلمة الواحدة تحمل المعاني الكثيرة، زي ما السيدة عائشة تقول كده: كنت تعد الكلام وراء النبي عدا. يعني سيدنا النبي ما كانش بيتكلم كتير زينا، إنما كان كلامه يدوبك بالكلمة، بس الكلمة تحمل معاني كثيرة. فسيدنا النبي في الجملة دي لما قاله: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك، جمع لك خصال الخير كلها في الدنيا والآخرة. فأي هم هيصيبك في الدنيا، هم الرزق، هم الأولاد، هم الشغل، هم الزوجة، هم الأب، هم الأم، هم أي شيء، هم المذاكرة لو طالب بيذاكر، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكفيك هذا الهم. كتر بس انت من الصلاة على سيدنا النبي وشوف هيحصل لك ايه. اذا تكفى همك كل حاجة خاصة بالدنيا، ويغفر لك ذنبك كل حاجة خاصة بالآخرة. املنا ايه يا مشايخنا ويا جماعة الخير في يوم القيامة؟ ان ربنا يغفر لنا ولا لا؟ هذا هو الفوز العظيم، ان ربنا يغفر لك. قال لك: تم بالصلاة على سيدنا النبي ربنا يغفر لك، واي حاجة تهمك في الدنيا ربنا يكفيك اياها بسبب الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة على سيدنا النبي كلها بركة وكلها نور وكلها خير، لكن اكثر من الصلاة على سيدنا رسول الله. وقد تكلم العلماء في حد الاكثار، يعني عشان اسمي اكون مكثر من الصلاة على سيدنا النبي اصلي كم مرة في اليوم؟ قال لك: اقل حد الاكثار 300 مرة. ده اسمه أقل حد الإكثار، يعني لو أنت عايز تكون من المكثرين للصلاة على من الصلاة على سيدنا النبي بأقل حاجة كام؟ 300 مرة. طب 300 مرة دي تاخد معاك وقت قد إيه؟ ما تاخدش معاك 10 دقايق أو ربع ساعة. أنت لما تصلي على سيدنا النبي هتصلي بأي صيغة، أي حاجة تخطر على بالك صلي بيها، وأنت في العربية، وأنت في الشارع، وأنت في الشغل، وأنت في الطريق، أكثر من الصلاة على سيدنا النبي. المية الواحدة ما بتاخدش منك 5 دقايق.
يبقى أقل القليل أو أقل حاجة عشان اسمك يكون من المكثرين على سيدنا النبي يبقى 300 مرة في اليوم، ومن زاد فهو خير له. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا الله سبحانه وتعالى من المكثرين من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الله سبحانه وتعالى الوصل بسيدنا رسول الله والنفع به في الدارين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتقضي بها حوائجنا وتيسر بها أمورنا وترفع بها أقدارنا وتشفي بها أمراضنا وترحم بها أمواتنا وتجعلنا بها يا ربنا من الواصلين المتصلين بك وبحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اجعل جمعنا هذا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوما، ونسألك يا ربنا ألا تدع فينا ولا منا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك فيه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. شفاء للقلوب لها ضياء ونور مستمد من محمد، بها يسر وتفريج كرب لمن أهدى الصلاة على محمد، بها الأنوار والأسرار تترى تنور بالصلاة على محمد، وأفضلها إذا ما كنت يوما بروضته تصلي على محمد، فيا سعد الذي قد جاء يوما وقد أهدى السلام على محمد. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله يا خير الورى نسبا. هل تسأل الله لنا عفوا وغفرانا؟ سيدي يا من نرجو شفاعته، إذا شفعت فالذنب كله هانا، فاشفع فأنت شفيع الناس كلهم. ولم يشفع سواك الله إنسانا، أعطاك ربك ما لم يعطه أحدا، علما وحلما وإخلاصا وإيمانا، فأنت أفضل خلق الله مكرمة، وأنت أعظمهم حسا ووجدانا. استمعنا أيها الأحباب إلى هذه الكلمة حول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها وخيرها وبركتها من الأستاذ الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، هنا في هذه الرحاب الطيبة الكريمة مسجد الصديق بشيراتون بالقاهرة، حيث الليلة الثانية من ليالي هذا الأسبوع الدعوي الثقافي التي تنظمه وزارة الأوقاف برعاية كريمة من الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبحضور السادة الأفاضل الدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور سعيد حامد مدير الدعوة بأوقاف القاهرة، الدكتور منتصف محمود مدير الإدارات الفرعية، والشيخ محمود عبد الباقي مدير أوقاف النزهة، والشكر الخالص والتحية والتقدير للإخوة الأفاضل أعضاء مجلس إدارة جمعية الصديق بشيراتون. أيها الأحباب، ما زال في ليلتنا الخير الكثير بفضل الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، نستزيد من معين النبوة، هذا المعين الذي لا ينضب، نعيش مع هذه الكلمة من الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية، فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد لله نحمده سبحانه حمدا كثيرا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا سبحانه، فالحمد لا يكون إلا له، والخوف لا يكون إلا منه، والثقة لا تكون إلا به، والتوكل لا يكون إلا عليه. وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا مولانا محمد. سيدي يا رسول الله، إليك وإلا لا تشد الركائب، وعنك وإلا فالمحدث كاذب، وحبك يا خير النبيين مذهبي، وللناس فيما يعشقون مذاهب.
اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله حق قدرك ومقدارك العظيم، إلى أن نلقاك على حوضك يوم الدين بإذن الله. أما بعد، أحبة الكرام، اسمحوا لي في البداية أن أتوجه بخالص شكري وتقديري إلى أستاذي صاحب المعالي فضيلة الأستاذ معالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وتحيتي كل التحية على هذه المبادرات القيمة الثمينة التي تعيد الروح إلى أوصالنا جميعا في بيوت الله عز وجل. وليست هذه المبادرة هي الأولى ولا الأخيرة من نوعها، بل هي حلقة من سلسلة مباركة تربطنا بالله تبارك وتعالى وببعضنا البعض وبوطننا الحبيب، فهي سلسلة من المبادرات الدينية والوطنية التي تحتاجها قلوبنا المعناة غاية الاحتياج. كما أشكره لأنه شرفني بهذه الفرصة لأكون بين هذه الكوكبة المباركة من المحبين لله ورسوله، وبين هذه الثلة المختارة من السادة الأفاضل العلماء الأجلاء، فضيلة الدكتور محمود وفضيلة الدكتور سعيد وفضيلة الدكتور منتصف والسادة الزملاء جميعا، كل منهم بكريم اسمه وجميل رسمه. وإن كنت يعني إن مثلي يكون في مأزق حين يتحدث بحضرة هؤلاء العلماء، لكن الله المستعان. أيضا الشق الثاني من المأزق، قديما قالوا من أكل أخيرا أكل كثيرا، لكن تبين لي أن هذا في الأكل وليس لي في الكلام. فحين سبقني بالكلام أخي وزميل الحبيب وصديق العزيز فضيلة الدكتور هاني تمام، ما كنت أظن أنه سيأتي على الكلام أوله وآخره بهذه الصورة، وما ترك الأول للآخر شيئا كما يقولون، فالله المستعان. الحقيقة إن أنا حديثي في هذه الدقائق يعني ومع حضراتكم وأظننا جميعا مشتركون في الهدف، حبا لله ولسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثنا عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصلاة عليه، فإحنا بإذن الله ستنالنا جميعا بركة الصلاة عليه. وإحنا جميعا هنا بيجمعنا هدف واحد، إحنا نجتمع الآن للحديث عن من؟ عن سيدنا رسول الله. يبقى حبا في من؟ حبا في سيدنا رسول الله. خد بقى هذه البشارة، سيدنا النبي طلع يوم من الأيام لقى سيدنا ثوبان خادمه قاعد حاطط يده على خده، فقال له: ما لك يا ثوبان؟ خير؟ مهموم ليه؟ قال له: يا رسول الله، يا ترى ايه اللي مزعل سيدنا ثوبان بهذا الشكل؟ قال له: يا رسول الله، انا معك في الدنيا كما ترى، متى احببت ان اراك رايتك، اي وقت بدخل عليك، فاذا ذكرت الاخره وذكرت مقامي ومقامك احزن لانني لا استطيع ان اراك يا رسول الله. انا حياه قلبي في رؤيتك وحياتي في لقاك، فيوم القيامة لما هدخل الجنة حتى لو دخلت، انت فين وانا فين يا رسول الله؟ اشوفك ازاي؟ قال له: ده اللي مزعلك يا ثوبان؟ قال له: نعم يا رسول الله، ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة الا وينزل سفير الانبياء وامين وحي السماء سيدنا جبريل عليه السلام بهذا البلاغ من الله وهذه البشارة من الله. بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وسيدنا النبي زف البشارة دي لثوبان وقال له: يا ثوبان، أنت مع من أحببت. يقول الصحابة: فوالله ما فرحنا بشيء بعد الإيمان بالله أكثر من فرحنا بهذه الآية. يبقى إذن حديثنا الآن واجتماعنا الآن حبا في من؟ في سيدنا رسول الله، والمرء مع من أحب. كل ما هذكر حضرة النبي مرة، حضرتك بتعمل إيه؟ ولا أنت بخلة؟ البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه، وانتوا اهل الكرم كله، فلما هتصلي على حضرة النبي لما تسمع اسمه مني ومن فضيلة الدكتور هاني ومن الاستاذ فوزي بارك الله في الجميع، هتعمل ايه؟
هتصلي عليه. خد برضو البشارة دي، يقول لك يا حبيب الله إن رب العالمين يقول لك من صلى عليك مرة صليت عليه بها عشرة. فانت تصلي عليه مرة ربنا يصلي عليك عشرة. احنا صلاتنا طلب ودعاء، صلاة الله علينا رحمة، واحنا محتاجين رحمة ربنا سبحانه وتعالى. من بركات الصلاة على حضرة النبي يا جماعة انها كما قلنا تعبير عن الحب له. وهل لنا سبيل الى النجاة والنجاح والفلاح والخروج من كل كرب وهم الا بحب سيدنا رسول الله؟ ده ربنا قال له في الأزل، قال له وعزتي وجلالي لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما قبلتهم حتى يأتوا خلفك يا حبيبي يا محمد. فسر كل توفيق حب النبي، وسر كل سعادة حب النبي، وكل سر راحة حب النبي صلى الله عليه وسلم، سر الوصول إلى الجناب العالي حب النبي محمد والآلي. تعطى القبول فترفعن لجنابه وتنال ما ترجوه من آمالي. والفضل لا يعطى لعلة عامل، نزه إلهك عن سوى ومثالي. من أين هذا العلم والنور الذي أعطيته من لحظة في الحال؟ من حب قلبي للحبيب محمد، من حب قلبي للحبيب محمد نلت المنى بل نلت كل أمالي. أنا يا حبيبي في هواك متيم، أنا يا حبيبي في هواك متيم، وشهود وجهك بغيتي ونوالي. واجه بهذا الوجه مضنا مغرما يرجو نوال القرب والإيصال. أنت الوسيلة، أنت نور قلوبنا، أنت الشفيع بحضرة المتعالي. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو طريقنا إلى النجاة وطريقنا إلى السعادة في الدارين. نصلي عليه ونحتفل به ونحبه لأنه ما أحبنا أحد مثله. ما فيش حد حبنا زي سيدنا النبي، ولا حد كان حريص علينا زي سيدنا النبي. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ستنا أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها تقول والله ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مهموما متفكرا. مالك يا رسول الله؟ يقول لا، أمتي أمتي يا رب أمتي، أمتي يا رب أمتي. في مرة ستنا عائشة قاعدة معاه في ساعة صفاء كده ودلال، فقالت له يا رسول الله أدعو لي دعوة، نفسي تخصني كده بدعوة، يعني تدعها لي أقول إن النبي دعالي بكذا. فقال لها عايزانا ادعي لك يا عائشة؟ قالت له نعم يا رسول الله. فرفع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم اغفر لعائشة، ركز معايا، اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. فضحكت أم المؤمنين رضي الله عنها حتى سقط رأسها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من السعادة والفرح. قال لها أوقد سرك دعائي يا عائشة؟ انت فرحت ان دعيت لك كده؟ قالت له وما لي لا يسرني دعاؤك يا رسول الله، ده انت ربنا قال لك ولسوف يعطيك ربك فترضى، ده انت ربنا ما ارى ربك الا يسارع في هواك. قال لها يا عائشة والذي نفسي بيده انها لدعوتي لامتي في كل صلاة، في كل صلاة النبي بيدعي لك اللهم اغفر لامتي ما قدمت وما اخرت وما اسرت وما اعلنت. وما ارى ربك يا رسول الله الا مسارعا في هواك. مش قال له ولا سوف يعطيك ربك فترضى؟ وشوف الفرق الجميل اللي احد شيوخنا كان عقده لما سيدنا موسى قال له وعجلت اليك ربي لترضى، لترضى. طب شوف رب العالمين قال لسيدنا النبي ايه؟ قال له ومن آناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى. الله، لعلك ترضى. سيدنا موسى يقول له رب اشرح لي صدري، وربنا يقول له ألم نشرح لك صدرك. سيدنا موسى يقول له رب أرني أنظر إليك، يقول له إيه؟
لن تراني. وفي ليلة المعراج يقول لحضرة النبي: تعالى يا حبيبي لتنظر إلى ذاتي، على قدر أصوغ لك المديحة، ومدحك صاغه ربي صريحة، ومن أنا يا إمام الرسل حتى أوفي قدرك السامي شروحا، ولكني أحبك ملء قلبي، فأدرك بالوصال فتى جريحة، وداو بالوصال فتى معنى، يروم القرب منك فيستريح. فموسى رد بعد سؤال ربي: وأنت رأيته كشفا صحيحا، ألم نشرح ورب اشرح بيان لقدرك سيدي أضحى مبيحا. الصلاة على سيدنا النبي يا أخوانا، كما تفضل أخي الدكتور هاني، تفرج الكروب وتذهب الهموم وتبدد الأحزان. الصلاة على حضرة النبي هي باب استجابة الدعاء وباب قبول العمل، كل دعاء معلق بين السماء والأرض حتى يصلى على رسول الله، كل عمل معلق حتى يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الذكاء في الدعاء زي حضرة النبي معلمنا، انت عايز حاجة من ربنا فبتقول يا رب اديني كذا، قبل ما تقول اديني كذا بتقول اللهم صل على سيدنا محمد. دي دعوة مستجابة ولا مش مستجابة يا إخوانا؟ مش هو قال: وإن الله وملائكته يصلون على النبي سبحانه وتعالى، إن الله وملائكته يصلون أهو. فدي دعوة مستجابة، فأنت بتدعو بتحصيل حاصل عشانك مش عشانه، يعني أنت المستفيد مش هو. فأنت لما بتقول اللهم صل على سيدنا محمد دعوت بدعوة مستجابة، وبعدين تقول طلباتك بقى اللي عايزها من ربنا وتختم بالصلاة على حضرة النبي، يبقى أنت كده عملت إيه بقى؟ بدأت دعاءك بدعوة مستجابة وختمته بدعوة مستجابة، والله تعالى أكرم من أن يستجيب الدعوتين ويرد ما بينهما. يبقى أنت كده عندك ذكاء في الإيه؟ في الدعاء وفي الطلب. الصلاة على حضرة النبي بتفرج الكروب، وهقول لكم على تجربة شخصية يا أخوانا، وخدوا دي هدية من سيدنا رسول الله في صيغة معينة، والله الذي لا إله غيره أنا شخصيا جربتها في مئات المواقف، أيا كان حجم الهم أو الكرب الذي أكون فيه، وأقولها بصدق وثقة ويقين، إلا ينفرج هذا الهم كائنا ما كان. تاخدوا الهدية القيمة دي من سيدنا النبي بقى، عشان احنا قعدناكم سهرناكم الليلة، شوف يقول لك ايه، تقول في دعائك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاة تنفرج بها الكرب وتنحل بها العقد وتغتفر بها الذنوب وتقضى بها الحاجات يا رب العالمين. قولها 3-4-5 مرات كده بيقين وثقة، وشوف بعد كده هيحصل لك ايه، ايا كان حجم الكرب اللي انت فيه، بس ادعوا الله وانتم ايه موقنون بالإجابة. اللهم صل وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة تنفرج بها الكرب وتنحل بها العقد وتغتفر بها الذنوب وتقضى بها الحاجات ويستسقى الغمام بوجهه الكريم يا رب العالمين. تقولها بهذا اليقين ان شاء الله ربنا هيفرج لك ايه كل كرب انت فيه، وليس هناك اعظم من الكرب اللي حضرة النبي وصفه لنا يوم القيامة يا اخوانا. يوم القيامة لما يجي الناس في ساحة اسمها ساحة العرض على الله، في موقف اسمه موقف الحشر، يوم الحشر العظيم ده، اليوم ده اللي يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ، الأم بتفر من ابنها والابن بيفر من أمه، تقول لي يا بني لقد كان بطني لك وعاء وثدي لك سقاء وحجري لك غطاء، ألا أجد معك اليوم حسنة تنفعني وتقيني عذاب الله. حسنة، يقول لها ليتني أستطيع ذلك لنفسي يا أمه، إنني أشكو مما تشكين منه، ويفر من والده، يمصفع عصيب لدرجة أن الروايات الصحيحة تقول يتمنى الإنسان أن ينتهي هذا الموقف ولو إلى النار والعياذ بالله. فماذا يفعل الناس؟ عايزة طلب واحد بس، من يشفع لنا عند ربنا ليقضي بيننا، ينتهي اليوم ده بس مش أكتر من كده. فيذهبوا للأنبياء صفوة الخلق أحباب الحق سبحانه وتعالى، يروحوا لأبينا آدم: يا أبانا أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا
اشفع لنا عند ربنا ليقضي بيننا، يقول لهم إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله. ما أقدرش أكلم ربنا في حاجة. طب نروح فين؟ يقول اذهبوا إلى خليل الرحمن إبراهيم، يقول لهم لست لها. اذهبوا إلى أول رسول أرسله الله إلى الأرض نوح عليه السلام، يقول لست لها. اذهبوا إلى كليم الله موسى، يقول لهم لست لها. اذهبوا إلى كلمة الله عيسى، يقول لهم لست لها. ولن تجدوا لها سوى محمد صلى الله عليه وسلم. أين يجدون رسول الله؟ يجدونه ساجدا قدام العرش، وكل الناس حتى الأنبياء يقول نفسي نفسي، أما حبيب الله تعالى الرؤوف الرحيم فيقول لله في ضراعة: يا ربي لا أسألك فاطمة ابنتي ولا خديجة زوجتي ولا العباس عمي ولا صفية عمتي، وإنما أسألك أمتي يا رب أمتي. فيرسل الله تعالى ملكا يأخذ بعضده ويقول له: قم يا حبيب الله، سل تعطى واشفع تشفع، فوعزتي وجلالي لقد قسمت القيامة بيني وبينك، أنت تقول أمتي أمتي وأنا أقول رحمتي رحمتي. وحما طه التهامي يحتمي فيه العبيد عندما يأتي المشفع فيوافين السعود، ولدى العرش ينادي: يا رحيما يا ودود، أمتي والناس طرا. فيناديه الحميد: يا حبيبي يا محمد، قد وهبتك ما تريد، قم إلى النار وفطأها، قم إلى النار فطأها، وانهى وأمر يا سعيد، وتمنى تعطى منا ويوافيك المزيد. في الضحى يا عرش وصفي، قد وعدت ولا تحيد، أمتي فضلا وكرما بالسماح لها تجود. قال: دار الخلد عندي ولهم عند الشهود، لو ترد أطفأت ناري أو ترد يمحى الوعيد، أنت أصل وجود كوني بل وأنت به الوحيد، منك أوجدت العوالم وأضاء بك الوجود، صلوا على من في الأرض أحمد في السماء محمود. اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا، اللهم اشرح بالصلاة على نبيك صدورنا، ويسر بها أمورنا، واستعمل بها أبداننا، وأنطق بها ألسنتنا، وثبت بها أقدامنا. اللهم اجعلها نورا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا. اللهم اجعل الصلاة على نبيك فرحا لكل هم وذهابا لكل غم. اللهم يا ربنا إننا آمنا به دون أن نراه، وأحببناه دون أن نلقاه، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتؤوينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، شكر الله لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولو وزنت به عرب وعجم جعلت فداه ما بلغوه وزنا. إذا ذكر الخليل فذا حبيب عليه الله في القرآن أثنى، وإن ذكروا نجي الطور فاذكر نجي العرش مفتقرا لتغنى. فإن الله كلم ذاك وحيا وكلم ذا مخاطبة وأثنى، ولو قابلت لفظة لن تراني بما كذب الفؤاد فهمت معنى. فموسى خر مغشيا عليه وأحمد لم يكن ليزيغ ذهنا. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله، عشنا في رحاب هذه البركات والكرمات والخيرات في ظل الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم وفضلها وخيرها وبركتها، من أستاذنا الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية. جاءت هذه الكلمة ضمن ندوتنا هذه الليلة التي هي ضمن ندوات الأسبوع الدعوي الثقافي بمسجد الصديق بشيراتون هذا الأسبوع الذي تنظمه وزارة الأوقاف بدعوة وبرعاية كريمة من الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. أيها الأحباب، هيا بنا نختتم هذا اللقاء بأن نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى. نبقى مع هذا الابتهال من المبتهل الشيخ عبد الله بدران. إن
الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة يا صلاة الله يا ربي ذي الجلال على نور الهدى باقي الجمال وتسليم من المولى القديم على طه المكمل ذي الكمال. له وجه منير لو تراه ترى قمرا منيرا في العلا يلوح النور من وضح الجبين كحيل الطرف من غير اكتحال. منير الخد ما أبهى ضياءه متوج بالمهابات والجلال. كريم الكف كريم الكف أجود من سحابي سريع في العطاء وفي النوال. له قدم إلى الطاعة يسعى به ويقوم في داك الليالي. حبيبي جل من سواك خلقا يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. حبيبي جل من سواك خلقا ولم يخلق مثيلك في الرجال. وفوق المرسلين رفعت قدرا وكملك المهيمن بالكمال. إذا زرت بعد البيت قبر محمد وقبلت مثوى الأعظم العطرات وفاضت من الدمع العيون مهابة
لأحمد بين الستر والحجرات وفاضت من الدمع العيون مهابة لأحمد بين الستر والحجرات وأشرق نور تحت كل سنية وضاء ريج فوق كل حصات فقل لرسول الله يا خير مرسل أبثك ما تدري من الحسرات يا رب كل المنى يا في العمر روض محمد يا رب يا رب كل المنى في العمر روض محمد يا رب شوقا للحبيب نراه نبي الهدى صلوا عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم وهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم وإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله استمتعنا بهذه الابتهالات والصلوات المحمدية من المبتهل الشيخ عبد الله بدران جزاه الله خيرا وندعو له بدوام التوفيق إن شاء الله عاد بنا وذكرنا بالمدرسة الجميلة في عالم الابتهال الشيخ عبد التواب البساتيني عليه رحمة الله أيها الأحباب في ختام هذه الليلة المحمدية الكريمة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل ممن قام بهذه الدعوة وأشرف عليها وأن يجعلها في ميزان حسناته وأن يشكر وأن يجزيكم خيرا على هذا الوقت الذي جلستموه معنا في رحاب الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بألسنتنا وقلوبنا أن يتقبل منا هذه الليلة وأن يجعلها لنا شفيعة يوم اللقاء وأن يجعلها لنا سببا في رؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم والفوز برؤيته وجواره وشفاعته اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توردنا بها حوضه الشريف وتسقينا بها من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم بفضل الصلاة على النبي محمد
ارحم آباءنا وأمهاتنا وأصحاب الفضل علينا. اللهم بفضل الصلاة على الحبيب محمد احفظ بلادنا وأوطاننا وبيوتنا وأهلنا وأولادنا وبناتنا وجميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في الختام أيها الأحباب، شكرا لحضراتكم وشكرا لضيوفنا الأفاضل الكرام. ختاما نشكر لكم حسن استماعكم، نراكم على خير في لقاءات قادمة إن شاء الله. نشكركم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.